الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتابعني. الروتين جديد النهارده، وهنبدأ الروتين مع بعض من الساعة 6 الصبح. زي ما انتوا شايفين كده صاحيه بدري، دي الفوطه اللي احنا كنا نقعينها امبارح مع بعض في الروتين بتاع امبارح. اللي اتفرجت على الروتين هتعرف انا كنت نقعاها في ايه. زي ما انتوا شايفين كده المطبخ بايت زي الفل وكله تمام. هبدأ بقى دلوقتي احضر فطار للولاد عشان اروح اصحيهم عشان المدرسة. هحط اللبن ده يغلي كده عشان خاطر اديهم حاجة دافية كده على الصبح، ايه، تدفيهم كده وتديهم باور شوية علشان خاطر انتوا عارفين ان الدنيا بتبقى ساقعة قوي الصبح. هحطه كده على النار يبدأ اللي هو يطفي معايا يغلي يعني، وهروح اصحيهم بسرعة وبعد كده هرجع اكمل بقية السندوتشات مع بعض. خلاص كده انا رحت لهم ولسه راجع بقى دلوقتي، عليت على اللبن تاني علشان خاطر اجهز معاكم السندوتشات بتاعه المدرسه. عايزه اقول لكم ان العلب ديت حلوه قوي يعني بجد، لو هم قدامك وقادره ان انت تشتريهم ما تستخسريش فيهم. سعرهم 100 جنيه، حلوين قوي قوي قوي. هم جايين لي هديه بس انا عارفه سعرهم كام. هبدا افتح الفينو بالمقص برضو زي ما متعودين كده. وحبايب قلبي كل المتابعين اللي بيكلموني على الخاص بيقعدوا يقولوا لي يا هبه احنا بنفتح الفينو بالمقص زيك، انت اللي علمتينا نعمل كده. فعلا المقص حلو قوي يا جماعه، ما بيهدرش من الفينو، ما بيخلوش يعجن كده غير السكينه خالص. عندي جبنه رومي، هي بواقي جبن مش جبن يعني، عشان خاطر نبقى متفقين مع بعض. لسه هنزل اشتري جبن، فدي حاجات فايده عندي هنعمل بيها السندوتشات النهاردة، وهنشتري على اخر النهار بالليل كده او بكرة الصبح ان شاء الله. طبعا وانا واقفة هنا واقفة على اللبن، بس بصراحة اللبن سهاني وفار مني على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده اهو، وقع نقول مثلا ايه نص كوباية لبن على البوتاجاز. المهم يعني حصل خير قدر الله ما شاء فعل. الفوطة كنت المفروض اللي انا اخدها انشرها تمام كده، بس خلاص مش هينفع بقى اللي انا انشرها واستخدمها علشان خاطر قبل ما اللبن ينشف معايا على البوتاجاز همسحه بسرعة، لان لو نشف معايا البوتاجاز وجيت ولعت النار بعد كده هينشف معايا وهيبقى صعب جدا اللي انا اعرف اشيله. وطبعا عايزين نحافظ على نظافة البوتاجاز، كفاية العيون المحروقة ديت. بصوا كده خلاص البوتاجاز بتاعي بقى نضيف وزي الفل. هبدا بقى اغسل ايديا وبعد كده نبدا نعمل السندوتشات مع بعض. عندي يوسف مش بيحب ياكل حاجه تحت السندوتش، لكن منا بتبقى عايزه جبنه تحتيه، يعني الرومي بيبقى لوحده، اللانشو لوحده، الجبنه البيضه لوحديها، لكن منا عكسه خالص. الاول جبنه وبعد كده تحطي بقى اللي انت عايزاه فوق الوش، لكن جبنه لوحديها برضو لا. يعني عندي كده وعندي كده اكيد انتوا زيي يعني، يوسف زيي ما بيحبش ياكل حاجه فوق حاجه. يعني انا ممكن اكل النستون كده بس، او ممكن اكل لانشون بس، ممكن جبنه رومي بس في الساندوتش، مش بحب حاجتين فوق بعض. لكن اللي بيحب حاجتين بقى ده بيبقى ليه مزاج خاص يعني. بعد كده بقى هعمل جبنة بيضة. وهحط عليها شريحة بسطرمة. كده خلاص خلصت السندوتشات بقى بتاعتي. هما بقى جوه عمالين يتخانقوا ويضربوا بعض ويتخانقوا على فرشه ويتخانقوا على مشط، وانا اللي هعمل الجدول الاول، لا انا اللي هلبس الاول. يعني عايزه اقول لكم اللي جوه بيحصل مهازل مهازل، وانا بصور لكم المقطع الصغير ده وكده، وعماله انا ازعق بقى علشان خاطر مكه ما تصحاش، حرام عليكم وسيبوا البت تنام. لما بتصحى فعلا بتتعبني وما بعرفش اعمل منها اي حاجه خالص. المهم بقى هحط لهم دلوقتي اللبن بقى واسيبهم يشربوا اللبن عقبال ما ايه اشوف يوسف حط الحاجه في الشنطه كويس، واحط لهم اللانش بوكس في الشنطه وازايز الميه وكده. يعني بحب ان انا ايه اظبط الدنيا واحضر الشرابات، يعني اكيد انتوا فاهميني انا قصدي ايه والكلام دوت. يعني عايزه اقول لكم اللي بعد ما بينزلوا تبقى الشقه مزبله بمعنى الصح، يعني هتشوفوا كل حاجه معايا. المهم دلوقتي انا هسيبهم بقى يفطروا
وبعد ما يفطروا كده هحط لهم اللانش بوكس في الشنطة ونكمل بره نشوف بقية الدنيا فيها ايه ان شاء الله. خلاص دلوقتي هم راحوا المدرسة. بصوا ما شربوش اللبن ازاي، كل واحد خد بق واحد. بصوا وهنا كمان، والبسكويت بحاله محدش فتحه ولا جه جنبه. خلاص دلوقتي هبدأ بقى اللي انا اخش اعمل الحاجة، حتى يوسف نسي الساعة بتاعته. هخش دلوقتي اعمل الحاجة جوه. اول حاجة هعملها الصبح بدري كده هنشر الغسيل. ليه هتنشر الغسيل بدري قوي كده؟ الغسيل في الشتاء يا جماعة ما بينشفش بسهولة، بينشف بعد طلوع الروح. يعني عايزة اقولك اللي انا نشراه على الحبل دوت، انا نشراه امبارح في نفس التوقيت دوت الساعة 8 الصبح بعد ما نزلوا للمدرسة. فاروح دلوقتي اجيب برضو الغسيل اللي في الغسالة والم بقى اللي على الحبل. يلا بينا. عايزه اقولك ان كل حاجه مقلوبه زي ما انت شايفه كده. بصوا بطاطين ومخدات في الارض وورق وبطاطين هنا ومكوه وحاجات. يعني الصبح الشقه بتبقى فظيعه زي ما انتوا شايفين، حاطه بطانيه في الارض اهي. يعني مش عارفه، اول ما ينزلوا المدرسه تحس ان الدنيا كلها مقلوبه، الدنيا كلها كل حاجة مش في مكانها. هخش بقى دلوقتي ألم الغسيل ده أول حاجة هعملها، ومش مشكلة الشقة مقدور عليها. أول ما أدخل دلوقتي هروح أعملها. الغسيل زمانه نشف، يا رب يكون نشف. هخش ألمه وأنشر مكانه. خلاص لبسنا طقم البلكونة، لبست الإسدال. بص هوريكي، لبست الإسدال وحطيت عليه الطرحة ديت، لأن الإسدال أبو طرحة اللي هو منه في طرحة منه في الغسيل. فلبست بقى الإسدال وعليه الطرحة. حبيبة قلبي اللي قالت لي اتكلمي على صوتك وانت بتصوري، انا بالفعل يعني عملت اهو الموضوع، بس سامحيني الصبح ما عرفتش عشان خاطر هم كانوا في البيت، وانت عارفه بقى دوشه العيال وخناق. خد انا عايزه الفرش اصرح، هو كمان عايز الفرش يصرح وكده يعني، فالدنيا هتبقى بايظه الصبحيه. فهحاول على قد ما اقدر، وهم مش موجودين عندي في البيت هتكلم بصوتي عادي، وهم موجودين بقى هضطر ان انا اكتم الصوت واصور، لان انا مش معقوله هقعد كل شويه اقول لهم بس وبص، وانتوا عارفين الاطفال. ده كده لب اهو، لب بتاع العصافير، بس كان مبلول بلي من النطره، فحطيته كده على الترابيزه وهو نشف اهو، حطمني امبارح. هلمه بقى دلوقتي في علبه علشان خاطر ايه اكل العصافير يعني. ده بقى الغسيل اهو، هنلمه مع بعض. بعد ما نشرت الحمد لله، عايزه اقول لك ان الغساله ما عصرتش، ما اعرفش ليه، اكيد في حاجه واقفه فيها، ما عصرتش خالص. ده الغسيل اللي انا لميته، والغسيل اللي انا نشرته بالميه، يعني ربنا يستر بقى. هو كان نشرته امبارح معصور، النهارده نشرته بالميه. شوفي بقى هيقعد يومين ولا هيقعد 3 ايام ولا هيقعد ايه بالظبط. المهم هروح اشوف الغساله، لاني عرفت اصلحها، عرفت ما عرفتش اصلحها هضطر اتصل بالشركه، والشركة بقى عشان خاطر بس تكشف بس، يعني عارفة مش هتقولك تصليح، لا تكشف تشوف ايه العطل. بتاخد 110، 110 ده من حوالي 6 شهور، الله اعلم بقى غليت ولا لا. هروح دلوقتي بقى قبل ما اعمل اي حاجة، لان هي عكنت عليا بصراحة. لما جيت اطلع منها الهدوم لقيتها مبلولة، فهروح اشوفها والدنيا اتغرقت. هظبط الحال كده وارجع لكم. انا هفتح ديك كده وهحاول اخلي المية تنزل منها علشان خاطر اعرف اللي فيها سد ولا لا، من اللي هي بتبقى المربع اللي تحت في الغسالة ده. فهفتحها بقى كده بالروحة، متفتحهاش قوي. عايزة اقولك اللي هي سحل سودة كده، اول ما صحيت من النوم يعني جالي اللي انتوا شايفينه دوت، بجد حاجة متعبة قوي بصراحة يعني. فهحاول كده اعمل المحاولة دي، نفعت نفعت ما نفعتش هضطر ان انا اتصل بالشركة بقى، يعني بعد ما المية تتصفى، لان المية دي كلها في الحلة. بعد ما المية دي كلها تتصفى هضطر بقى اشيل ال معرفش اسمها ترومبا ولا اسمها ايه بصراحة، هشيلها وبعد كده بقى نشوف ايه اللي سددها. مرة جه وخد مني 120 جنيه ولا مش عارفة 110، علشان خاطر بس لقى فيها جنيه فضة. هرمي المية دي وارجع لكم.
بعد بقى ما فتحت الغسالة زي ما انتوا شايفين كده الدنيا اتدهولت. عايزة اقولك اللي انا حاطة الغسالة اصلا في اوضة النوم، فاوضة النوم بقت بحيرة مية. يعني حاولت على قد ما اقدر احط دي كده عشان الدنيا ما تتغرقش، لكن للاسف بصوا كل دي مية. حاولت ان انا انشفها بس برضو لسه فيها مية. اللي عامل بقى السدد ده كله هي ديت. ايه دي؟ معرفش، مش عارفة دي ايه بصراحة. هي دي اللي انا لقيتها لما فتحت الغسالة زي ما انت شايفة كده. بص جوه كانت محطوطة جوه هنا، حاولت اطلعها على قد ما اقدر، فمش عارفة هي برضو ولا لا. انا هقفلها واشغل الغسالة واشوف بقى هي ولا لا. المهم انا هحط دي كده. عايزه اقول لك انا بعمل الحاجات دي قبل ما جوزي يجي من ال راح يودي العيال المدرسه، قبل ما هو يجي اهي حطيتها. بصوا قفلتها كده، يلا بقى تعالوا معايا نقفلها ونلم بقى الكارثه دي احسن يجي يزعلي يقول لي ما استنيتيش الشركه ليه. انتوا عارفين بقى ايه ده، في ايه؟ مش هعرف ولا ايه؟ يزار هو اللي طالع على السلم ده، مش عارفه يا جماعه. لا الحمد لله، هو افتح له بقى خليه هو يجي يكمل. شفتوا؟ مش انا قلت لكم هيزعلي؟ هو بالفعل زعلي، بس بقى ايه، ما نشوف النتيجه بقى. هشغل دلوقتي اشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش حاطه فيها اي حاجه خالص، مش عايزه تلف. ليه؟ باظت ولا ايه؟ ولا ايديا مبلوله؟ اه كده. بص هتعبي بقى ميه، هنشوف دلوقتي كل حاجه مع بعض. اول ما تعبي الميه دي بقى هبدا اللي انا هخليها بقى تعصر، ماشي؟ ولا بعد ما تعصر هحاول اخليها تطرد الميه علشان خاطر ايه، اشوفها تطرد الميه ولا لو عطرت الميه، لو طردت الميه يبقى كده اتصلحت. بصوا هي كده بتعبي ميه اهي، هسيبها بقى لحد ما تعبي الميه ونشوف بقى الحله هتلف ولا لا، لان ما كانتش بتلف خالص. ايوه كده، خليكي في بيتك كده، فاهمه كل حاجه، بتعملي كل حاجه بايديكي، مش مستنيه حد يعملها لك. عايزه اقول لك لو حتى برضو بتاع الصيانه جه برضو هيفتح الترومبه اللي تحت ديت والدنيا هتتغرق ميه. يعني ما تقوليش لا انا هتعب نفسي واغرق الدنيا ميه ومين هيلمها لي والكلام ده. هو نفس القصه لما بيجي بتاع الصيانه برضو بيقول لك هاتي طبق وبيفتح الترومبه اللي هي من تحت دي وبرضو الدنيا بتتغرق ميه. يعني هي هي، فاعملي محاوله لعل وعسى تكون ناجحه ان شاء الله. ايه بصي كده بتعبي بقى ميه. انا مرضتش احط هدوم ولا احط حاجه، قلت اجرب كده الاول واشوف النتيجه ايه. بصوا بقت تلف اهي، الحمد لله الحمد لله. بصوا بدات تلف اهي وايه، بتطرد الميه اهي. بصوا لا لسه ما طردتش، المكنه طلعت قماش. شايفينها؟ مستنيها بقى تطرد الميه عشان اشوف بقى اللي انا عملته صح ولا ايه. الحمد لله يا جماعه الحمد لله، اهي كده بدات بقى تعصر خلاص. دي المرحله الاخيره بتاعتها، انا طبعا بجري التايمر بتاعها. دي المرحله الاخيره بتعصر اهي زي ما انتم شايفينها، هي على فكره سريعه جدا بس مش عارفه ظاهره لكم في الكاميرا بطيئه ليه. بس كده خلاص خلصت الحمد لله، والنتيجه بتاعتي نجحت ويس الحمد لله. حاولي تعملي كل حاجه بايديكي، ما تعتمديش على حد. لو الحاجه صعبه عليكي شويه في فيديوهات على اليوتيوب بتنجزي الحاجه وبتعرفك ازاي تصلحيها، بس انا ما اتفرجتش عليهم علشان انا شفت الراجل كذا مره لما جالي طلع لي من ام الترومبه اللي تحت ديت جنيه، مره دبوس ابره، مره مش عارفه ايه. يعني بص انا دلوقتي طلعت حته خيطه، يعني خيط مكلكع كده ببعضه هو اللي سدد الموضوع. هفتحها بقى دلوقتي اشوف فيها ميه ولا لا. بصوا هي خلصت اهي، بس مستنيه اللوك بقى يفتح اللي هو بتاع الباب عشان نشوف من جوه فيها ميه ولا لا. بس من قبل ما يفتح انا شايفه اللي هي ما فيهاش ميه، اروح اجيب الغسيل اللي انا لسه نشره اعصره. هيقعد كتير قوي على الحبل، مش عارفه اعمل ايه، هيقعد كتير قوي ده، ممكن يقعد بكره وبعده كمان على الحبل. المهم يعني انا مستنيه بس اللوك يفتح. بصي لسه جرب تاني كده، لسه برضو. تعالوا نجرب تاني،
هتفتحي بقى. اهي فتحت، سمعت الكلام على طول، ما فيهاش ميه زي ما انتوا شايفين. بس كده الحمد لله. روح بقى اكمل بقيه اللي ورايا وارجع لكم. بعد ما روقت بره وخلصت كله تمام كده بره، عايزه اقول لك ان انا عندي اكل من امبارح الحمد لله. هي دوب هعمل شويه رز ابيض او شويه رز بشعريه جنب الاكل كده سريعا، ويبقى عندي كله تمام. هطبق بقى الغسيل ده كله، واحاول اظبط كده الهدوم في الدولاب وارص لهم الهدوم الشتوي. يلا بينا نطبق مع بعض الغسيل دوت. طبعا بعد ما نطبق الغسيل هظبط الاوضه، بس عشان خاطر احس ان الاوضه رايقه لما الغسيل يخلص منها الاول. بعد طبعا ما طبقت الغسيل ما قدرتش بقى اطلع الشتوي من الشنط وارصه في الدولاب، قلت لا اخليها بالليل في الرواقه. هعمل دلوقتي كده حاجه خفيفه فطار، هسلق بيض وجبنه. اي نكه هسلق بيضتين وحته جبنه كده معاهم وخلاص. دي المواعين اللي طلعت، لسه هقعد اغسلها. مفيش اصلا مواعين، ده هو بس الكوبايتين اللي هما فطروا بيهم الصبح بتوع اللبن، وكمان العلبه بتاعه الرومي خلصت وبس كده. هحط بقى البيض هنا اهو، واللبانه بتاعه اللبن ديت برضو هغسلها. علشان خاطر بقى ما تفورش مني على البوتاجاز، او لما بتفور النار بتتدفي، بحط شوكه او معلقه كده بالشكل دوت علشان خاطر النار ما تتفيش، يعني لو دخلت اعمل حاجه جوه تاني. هنغسل بقى الطبقين دول بالمره كده واحنا واقفين علشان خاطر مفيش طبق. الطبق ده والعلبه بتاعت الجبنه بس كده، والكنكه عشان ما يبقاش في. بص عندي جبنه قديمه كده هطلع منها اهي، هطلع منها واحط عليها طحينه وتبقى طعمها حلو قوي. انا هحطها في التلاجة عشان كده ايه مجمدة شوية، يعني احط عليها بقى طحينة. عايزة اقولك اللي هي حرقة جدا، لاني فيها فلفل. بص حطيت عليها زيت اهي، الطحينة لما تحط الطحينة عليها بتمتص الحرقية شوية او الحرقان شوية عشان خاطر بتبقى حادقة قوي، كمان بتبقى حرقة. الطحينة يا دوب بتعادل الطعم شوية. هقطع بقى عليها طماطم. بصي عايزه اوريكي حاجه، بس قبل ما اقطع الطماطم بصي هنا كده. بصي عشان انا حاطه الشوكه او المعلقه او اي حاجه تحطيها كده بتمنع الفوران. بصي بتغلي ازاي، لكن في مسافه لو ما كنتش حطاها كان الغليان دوت نزل وطفالي النار. معلومه هي يا ستي. اقطع بقى الطماطم مع بعض كده. عايزه اقول لك ان الظهر خلاص بيأذن، قعدت كتير قوي اعمل الغسيل جوه، وقعدت كمان اروق الشقه كتير لحد ما خلاص الظهر اهو بعد يأذن. قطع
هحطها واحدة تانية صغننة. مش عارفه الفيديو دوت هيطول هيبقى قد ايه، انا هحاول انجز شويه عشان كده هيطول مني قوي. يبقى اليوم وابنه بقى. بصوا ده خيار كده جنب الاكل كده، حاجه ايه بسيطه ماشي. طماطم اهي نقلبها. زمان البيض استوى والعيش اللي انا طلعته من الفريزر فك خلاص. تعالوا كلوا معايا بقى، طبعا مش هاكل الطبق ده كله لوحدي. ها يلا تعالى، اللي تحب الجبنه بقوطة تكتب لي تحت، او اللي تحب المش عامه تكتب لي تحت في الكومنتات هل انا كده لوحدي ولا في حد معايا. احلى طبق مش، ايه رايكم؟ يلا عبال ما البيض يستوي بقى يكون انا غسلت غسلت دول كده على السريع عشان انجز وقت كده ما يبقاش ورايا حاجه. بعد كده بقى اعمل شويه رز بالشعريه او رز ابيض جنب الاكل، يعني اما الساعه تيجي واحده واحده ونص كده عشان يبقى سخن لما الاولاد يجوا من المدرسه، واطلع طبعا الاكل اسخنه وخلاص على كده. بس كده عملت الفطار اهو، حاجه سريعه كده وسهله وطعمها كمان حلو قوي. بس كده اهو، ده المش طماطم والبيض مسلوق وجنبيه خيار. يا سلام بقى لو في جرجير او في طعميه سخنه كده، واو واو واو. يلا تعالوا كلوا معايا. بس كده ده الروتين بتاعي النهارده،
بقيت اليوم طبعا مكمل، لسه في حاجات كتير قوي هعملها، بس كده الفيديو هيطول قوي، بالذات اللي انا بتكلم عليه. لو ما كنتش بتكلم عليه كنت سرعت كده الفيديو وخليته مثلا 10 دقايق 15 دقيقة، لكن لما بقعد اتكلم عليه بناء طبعا على طلباتكم الموضوع بيطول مني وبيوسع مني قوي. بس كده انا حاولت على قد ما اقدر انجز الموضوع شوية عشان خاطر ما يبقاش اليوم طويل قوي. طبعا ما فيش مواعين، اهو البوتاجاز عندي زي الفل، ما فيهوش اي حاجة خالص، الدنيا يعني اعتبر لحد ما جوه متروقه ومتظبطه، ناقص بس اخد الهدوم الشتوي اطبقها تطبيقه حلوه كده واحطها في الدولاب، ويبقى كده الشقه عندي رايقه. كمان هطلع بقى العلب بتاعه الغدا اللي انا حاطه فيها الاكل، هسخنها واعمل شويه رز جنبيها، وبس كده ده يومي النهارده. اتمنى النهارده يكون الفيديو عجبكم. ما تنسيش تحط لايك، ولو انت اول مره تشرفيني ما تنسيش تحط اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتنا اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.